الجزائر حرمت من مرجعية علمية ذات ثقل في المشرق والمغرب بعد الاستقلال، لأن إيقاف نشاط الجمعية هو الذي فتح على المجتمع الجزائري كثير من الأفكار التي وفدت إليه. ولو ظلت الجمعية بعد الاستقلال لكان الوضع أحسن مما عليه الآن. فأقول حينما بعثت من جديد قام به، بدأ شيء، الدائرة تتوسع شيئا فشيئا، والتمدد، وبخاصة في عهد شيخ شيبان وعهد الشيخ الدكتور عبد الرزاق السوم الذي نشكره بهذه المناسبة ونثني عليه، وما قدمه فعلا مع تقدم في السن. كان يطوف ولاية الجزائر أحيانا عن طريق البر، والله عملية متعبة للغاية، هو في 90 من عمره، فجزاه الله تعالى خيرا على ما قدم للجزائر من خلال أعماله.